يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا برياني دياي. طبعا هاي طبخة من المطابخ الهندية وصلتنا، وهي عبارة عن تقطيع الدياي خلطة مع البهارات الصحيحة، وبعدين يضيفون عليه العيش والألوان ويقومون بتوزيعه بينهم وبين بعض. طبعا تعالوا معي المطبخ، راح أعلمكم طريقة وأصول الطبخة. اليوم طبختنا برياني دياي. خلونا نتعرف على مكونات الطبخة ذي. طبعا عندنا عيش، راح نستخدم العيش وفصلناه بارز، دياي مقطع صغار ومنشيول منه الجلد ماله. نحتاج حق بهارات صحيحة، كسرت حق التزيين بس، ثوم وزنجبيل وفلفل، طماط مقطع بشكل هاي. طبعا عندنا هني الشيء الرئيسي في البرياني اللي هو نستخدم فيه النعناع، وكذلك الحشيش، بصل مقطع بهاي الصورة، بصل مقلي وروب، كذلك ليمون عصير، وهني عندنا اللي هو الالوان اللي راح نستخدمها حق البرياني. طبعا في زعفران ولون احمر ولون اصفر. اولا نحط الزيت، بعد ما سخن الزيت البدايه نحط البهارات الصحيحه، نقلبها شوي بس نحس بالريحه. من التطارق على طول نرجع على البصل. بصل استخدامنا حوالي نص كيلو بصل. نطلع بس يتحمر شوي البصل ونضيف عليه الثوم ويا الزنجبيل. اول ما يسخن الماء راح ننزل فيه العيش اللي احنا برزناه. خلكم معاي خطوه بخطوه عشان شلو تتعلمون الطريقه، هي طريقه جدا سهله. نعلى النار شوي، وطول ما تحمر البصل راح اقول لكم عن البهارات الاساس في الاستخدام البرياني. كركم، جلجلان وسنوت، بودرة اللي هي الكاري والهيل المطحون ودارسين شوي. بدأ البصل ياخذ اللون، نزل عليه ثوم نبتدي ويا الزنجبيل والفلفل. طبعا الفلفل حسب الرغبة، اغلب البرياني يجي بشكل شوي حار. نحاول نقلب فيه شوي بهاي الطريقة عشان نمزج الزنجبيل والثوم. بدأ تاخذ اللون، الحين نبتدي ننزل فيه الدياي. هاي الدياي قطع ننزل عليه، استخدمنا ديايتين في هالطبخة. طبعا مثل ما قلنا الجلد ننزع الجلد منه. نبتدي نقلب فيه شوي شوي،
تغير اللون مثل ما انتم تشوفون. وهاي اللي محتاجينها. قفر على النار شوي. بقفر هنا. خلاص نحط عليه البهارات شوي. ما قلنا البهارات من قبل. كركم. شوي كركم. تنجلان. باقي قرشتين. نعرف عن هاي الطبخة ان البهارات تمتاز فيها. شوية هيل وكاري. بدا العيش نار الماء يفوح. نزل العيش فيه. تابر الفوح شوي. طبعا احنا محتاجين الفوحه تكون بس نص استواء. ليش؟ لان بترد مره ثانيه بنرد نرسي مع الخلطه ذي. ننسي الملح. نقلب فيه شوي. نقلب فيه. نمزج البهارات كلهم مع بعض. نضيف الليمون. عصير الليمون. رش. نضيف عليه. كذلك نضيف الحشيش. عندنا فلفل. نستخدمه على حسب الرغبة. أهم شيء نضيف النعناع. كذلك قصرها. كذا تكسير شوي. نضيف الطماط. تغلبي اغلب المكونات خلطناها مع بعض. تكلم العيش. بعدين بيلعب. طبعا ما ضفنا الملح على العيش. ضيف شوي ملح. نخلط. نحط عليه شوي من البصل المقلي. نبتدي نقلب فيه. اتمنى تكونوا معاي خطوه بخطوه. راح تعجبكم وايد وايد الطبخه ذي. خليه شوي ونرجع حق العيش مره ثانيه. بعد نحتاجين شوي.
قلنا لنا عندنا رو موجود، حط عليه رو. ترى الطبخة دي ما تأخذ في يدك يعني كثير من الوقت، طبخة ما أقدر أقول لكم شو حلوة. خلي شوية نرجع للعيش. نشحن العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الزيت شوي تحت، وبعدين نحط البصل المقلي خفيف كده، ننزل من العيش يجي شوي عندنا، وننزل العيش شوي منه بس. وبعدين ننزل الدياي في وسطه، ننزل بعد بصل شوي ما يقلي. نرجع مرة ثانية ننزل العيش. نزل العيش وسطه، لما نزلنا العيش راح نرجع مرة ثانية نستخدم الألوان. مثل ما قلنا بالبداية نستخدم الألوان لحق البرياني، أصفر نخلي على جنب واحد بس، والأحمر بعد على جنب عشان ما يختلط كامل. وعندنا الزعفران وماي ورد راح نصبه في الوسط بهاي الطريقة. نستخدم النعناع، خفيف، ونزل البصل عليه. شوية زيت. راح نرجع نشغل عليه النار في هاي الصورة. Thank you.
نرجع مرة ثانية ونحط يترسى على النار وبكذي خلصنا الطبخة ونرجع لكم إن شاء الله مع التغذية. والحين رجعنا حق النجار فهرويكم ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي البرياني صار جاهز وراح نبتدي في النجار ان شاء الله. الحين البدايه راح نشيل اللي فوق موجود خلي على جنب راح ننزل كله على بعدين راح نخلطها مع بعض بهي الطريقة قلنا نخلطها بهاي الطريقة عشان تمزج الألوان ألوان العيش ويا بعض. نخلي اللحم تحت راح نخلي اللي شلناه البداية فوق نجيب البصل اللي سويناه قبل اللي هو بصل مغلي اخيرا مكسرات على حسب وبكذي تكون طبخاتنا جاهزه. وبشديد جهزة طبخاتنا البرياني الدي اي. طبعا اضفنا عليها خيار بالروب وضفنا ليمون وفلفل على حسب الرغبة. اتمنى ان الطبخة نالت اعجابكم ونشوفكم في الحلقة الجاية.